هي ثانية عن طريق المسج، امرأة رأت أسد يهجم عليها. الأسد في المنام يفسر بالإنسان الظالم الذي يهابها الناس من شره، من شر سلطانه، مكانته، كما قال سبحانه وتعالى: فرت من قسورة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم 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 غير متزوجة. نعم نعم هذه رأت كأنها ذهبت إلى السوق مع أمها وعليها ثوب أبيض لامع. الثوب للبنت في المنام زوج لها، كما قال سبحانه وتعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والثوب الأبيض يفسر بالصلاح، بالشفاء، بالعافية، كما قال عليه الصلاة والسلام: اللهم اغسلني بالماء والثلج وطهرني كما ونقني من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس. فالثوب الأبيض يدل على الصلاح والعفاف والطهارة لك ولزوجك، والعلم عند الله. معنا مسج آخر. نعم. هذه امرأة عمرها 50 سنة رأت في المنام كأنها رزقت بولد، وأن أخيها يقول لها: تعالي نمشي على البحر. أقول يعني الولد للمرأة 50 أظن أن ما في مجال يعني تحمل، والعلم عند الله. والولد هذا قد يدل على حفيد لها، والبحر في المنام يدل. طبعا الولد في المنام فسر أيضا بالمال، ليس بالضروري يكون ولد حقيقي، لأن الله سبحانه قرن بين الولد والمال، قال: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. الذهاب إلى البحر، البحر يدل على الطهارة ويدل على العلم ويدل على المال، كما قال عليه الصلاة والسلام عن البحر: قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته، والعلم عند الله. أنا مسج آخر. هذه رأت في المنام أن رجل أسمر شكله قبيح يلحقها ويتتبع أخبارها، ومرة أرسل لها 3 جوالات. أقول أن الرجل القبيح في المنام إنما هو رجل حقيقي، يعني سيء في أطباعه، في أخلاقه، ضعيف في إيمانه. يقول الله سبحانه وتعالى عن هذا الصنف من الناس: قال: فأما الذين سودت وجوههم ففي النار هم فيها خالدون. وأحيانا الرجل الأسود قد يمثل بالشيطان، لأن اللون الأسود من صفات الشياطين، كما قال عليه الصلاة والسلام: الكلب الأسود الشيطان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل من تشكل باللون الأسود الخالص إنما هو شيطان في الغالب. أما كونها يعني 3 جوالات، الجوالات والتلفونات في المنام إنما تدل على أخبار متناقلة، كما قال سبحانه وتعالى: قد نبأنا الله من أخباركم، والعلم عند الله. نعم. أنا مسج آخر. نعم. هذه رأت في المنام كأن امرأة تفتح السحر أو تدفن سحر في البيت، صحت من النوم